بلادات الوطن. Salam alaikum, moi je m'appelle Yasmine. Jamila. On vient de France. Moi je suis d'origine du Rif. Et moi d'origine du Meknès, sur le Hamel Atlas. Et on est fiers, vraiment très très fiers d'accueillir l'équipe nationale du Maroc. Il était pour nous indispensable de venir pour les accueillir parce qu'ils nous ont vraiment rendus fiers. On est trop contente d'être là avec vous, Dima Mgharib. Merci Ziyech, merci Hakimi, merci Amrabat. Et Boufal. I love you Amrabat, on est trop contente. Merci le Maghreb, merci à tout le monde d'être là, on est content d'être au Maroc. Choukran. Arsala Nzha, on a tous les joueurs Zouina. وكنتمنى ربي ينصر سيدنا والله يخرينا المغرب والله يحفظه من الكوارث وعاش الملك. جاي من كازا كنفتخروا بهذا الشيء اللي وصل ليه وليد الركراكي وكنتمنى ان شاء الله الفوز بكاس افريقيا ان شاء الله المقبل ان شاء الله. فاطمه الوطنيه وعجبني هذا الشيء اللي داروا الحمد لله والله ينصر سيدنا والصحراء المغربيه. مرحبا بكم في هذه الساعه المبروكه اللي احنا فيها مجموع فيها الشعب كامل الشعب المغربي من القويره من طنجة حتى القويره كلشي فرحان وكلشي سعدان وهذه ساعه سعيده كنتسناو المنتخب اللي هز راسنا واسود الاطلس اللي تبارك الله على وليداتي المرضيين المسقيين ما عندي ما نقول فيهم هزوا الرايه المغربيه هزوها وهزوا بالشعب ديالهم وبمالكهم وبكلشي الرايه المغربيه تهزات عاش محمد السادس عاش المنتخب عاش الركراكي ووليداته والله يحفظكم لينا يا وليداتي والله ينصركم والله يطفي عليكم عين بنا ادم ولاد الحرام وبنات الحرام وديما مغرب وديما مغرب فيف لو ماروك فيف لو ماروك عاش اللغوة ديالنا عاش عاش ملكنا عاش عاش بلادنا عاش الصحراء المغربية عاش وليداتنا عاش الركراكي وليداته والله يحفظكم لينا وليداتي تورخنا في قطر حكاية بدات في مكسيكو وتورخنا في قطر هلا 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 ولادنا سبوعه ورجاله انا جيت سعيده بالحضور ديالي هنايا باش نستقبلوا الاسود ديالنا ديال الاطلس وحنا فرحانين بهذا الانجاز الكبير اللي قدموه باش وصلونا للمربع الذهبي وهزوا بالرايه المغربيه وشرفونا بزاف وداروا واحد المجهود اللي جبار وكنبغي نشكر السير الركراكي من هنا وكنوجه لهم تحيه كبيره برافو عليكم الاسود وديما مغرب ديما مغرب احنا اليوم كل الشعب المغربي فرحان بالانجاز اللي داروا المنتخب المغربي رفع ريوسنا ورفع ريوس جميع العرب جميع العرب العالم كله كيتكلم على الاسود وكيتكلم على المغرب ديما مغرب والله يخلي لنا سيدنا والله ينصره والله يخلي لنا الاسره العلويه الشريفه وديما مغرب وعاش الشعب المغربي وتنتمنى التعلق دائما يكون وهذه المواطنه وهذه الروح الرياضيه والروح الوطنيه تكون فينا دائما كشعب مغربي كشعب عربي وكشعب مسلم الله يوفق الجميع كنبغيو نشكروا اللعابه ديالنا وعاش الملك وعاش محمد السادس وكنبغيو نشكروا الركراكي ووليداته وماشي مشكل ماشي ضروري يجيبوا لنا الكاس المهم لعبوا احسن مونديال وشرفوا بالمغرب وشكرا للمنتخب المغربي المنتخب المغربي ديما مغربي عاش الملك عاش محمد السادس عاش ملكنا ديما مغرب السلام عليكم بهذه المناسبه المغرب كله فرحان وبهذه البطوله اللي وصلنا لها ان شاء الله والله يحفظ لنا ملكنا والله هذا يشافيه ويعافيه وديما مغرب وديما مغرب ديما مغرب الى القدام المغربي والفرقه ديالنا المغربيه اللي مساكن تعجبوا بزاف نتمنى اليوم ان شاء الله يتخدموا مازال لقدام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وي جينا من فرنسا غلبناهم بعدا وفرحانين
فخورين بزاف بالمغرب وبلادنا وشرفونا والله يعاونهم الله يرضي عليهم الله يحفظهم. او سير سير جينا نشجعوا المنتخب اللي فرحنا وفرح جميع المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب. كتقول على بوفال الله يرضي عليه شرف لينا وجهنا وحمر لينا وجهنا وتنشكروا هذا الجمهور اللي حاضر اليوم باش يقابل الاسود ديالنا جايين الله يرضي عليهم شحمروا لنا وجهنا هزوا لنا الرايه في قطر وعاش الملك. On est très heureux d'être ici à Rabat, alhamdulillah. Donc on a pris un billet d'avion exprès pour venir Rabat et profiter avec le peuple. On est fiers de notre équipe nationale. Alhamdulillah. Dima le Maghreb et on est fiers d'être marocains aujourd'hui encore plus que d'habitude. Salam alaikum. Donc pour traduire un peu les propos de notre collègue, alhamdulillah, donc on est venu de France pour accueillir justement l'équipe nationale marocaine car c'est une grande fierté tant sur le plan religieux que le plan social, sociétal et humain. Donc on remercie justement l'ensemble du peuple marocain des efforts qui ont été fournis pour nous rendre heureux à travers le pays, à travers l'Afrique, à travers le monde. Barakallahu fikoum. Salam alaikum wa rahmatullah. Content. Merci bien, on est fiers de vous. رفعتوا روسنا يا اسود ديما مغرب انتم فخر العرب والمسلمين معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.